ناهد عمران. ضغط عم بيزيد على الكل. أنا اليوم بدي أفهم من زيدان شو آخرت هالقصة. بقول لك كم عيل ما فيت لعندهم لحمة من الأسابيع. صبري له حدود، وإذا خلص أنا بلحظة بولع الهيبة باللي فيها. أم جبل قررت تتصرف من راسها. بدي أحكي معك كلمتين. الهيبة الحصاد يوميا طيلة شهر رمضان الكريم 8:30 المساء على الام تي في.